مواجهة محتدمة في شبوة، غير أن أعنف المواجهات تلك التي تشهدها مديرية عسيلان بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى. معارك الساعات الأخيرة تكللت بصد الجيش الوطني المسنود بالمقاومة هجوماً عنيفاً للميليشيا على مواقع الطوار السادة شمال غرب مديرية عسيلان، سقط على إثرها العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا. مصادر ميدانية أكدت أن الهجوم كان هدفه استعادة مواقع كان قد حررها الجيش الوطني خلال الأشهر الماضية. وفي بيحان استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا للميليشيا في خنق الدقيق مخلفة العديد من القتلى والجرحى في صفوفها. المعارك تزامنت مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات جديدة للميليشيا، حيث تركزت الغارات على مناطق الصفحة وهجر كحلان وطوال السادة بالمديرية. تشكل محافظة شبوة أهمية كبيرة للميليشيا، حيث تستميت في الدفاع عنها لاستخدامها ممرا لتهريب الأسلحة والمحروقات الواصلة من الشريط الساحلي.